السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. بنات الغاليين، هارد إن شاء الله بإذن الله روتين يوم كامل. طبعا في بيت والدي عزمنا كان النهاردة، وهوريكم كده الروتين يوم كامل وكانت العزومة عاملة ازاي ومشينا اليوم كان ازاي. أول حاجة ست الكل ابتديناها لازم نصلي على الحبيب، لأن الصلاة على الحبيب مسك وطيب. اول حاجه كده ابتديناها نعملها، كنا سلقين ورق، عملنا محشي، سلقنا الكرنب وعملنا تسبيكه المحشي والخلطه، وجورنا كوسه وبتنجان، وقلت بردك اطفي شويه ورق عنب عشان نعملهم بردك عشان يبقى وحشي محشي مشكل. اول حاجه عملتها كده، اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما قلنا عملنا التسبيكه بتاعتني، طبعا تسبيكه المحشي زي ما انتم كلكم عارفين، التقليه والرز والكزبره الخضراء والثوم واساس التوابل والبهارات بتاعه المحشي، الكمون والكزبره والملح والشطه. خلطنا التتبيله كويس وحشينا، لفينا كده لسه ما لفيناش، هنلف كرومب وهنلف اللهم صل على سيدنا محمد ورق عنب، وهنلف وهنحشي كوسه بردك وباذنجان. هنا ركبت كده، ببتدي ان انا اقطع ورق العنب، باخدها كده بالحطبه بتاعتها من فوق عشان اعرف امسكها، عشان ورقه العنب بردك ما تتقطعش معايا. هقطع بردك كميه، هقطف كده كميه، وبعد كده هاخدها تحت هنشوف هنعملها ازاي. انا كده فوق على السطح بقطف الورق، وهنشوف مع بعضينا الحلو بردك، هنعمل مع بعضينا حلو وهنعمل مع بعضينا بردك ان شاء الله باذن الله. هنعمل مع بعضينا فاصوليا وطبيخ باميه وسبانخ ورز. بنت الحل لحد دلوقتي اللي ما دستش لايك، يا ريت تدوس لايك للفيديو. كده انا قطفت الكميه دي وهاخدها كده ابتدي ان انا اغسلها غسله حلوه، لازم كده اغسلها غسله حلوه واشطفها وانقحها بشويه ميه وخل عشان اي شوابه او اي حاجه في ورق العنب تطلع معايا. وبعد ما هغسلها كده انا ايه هسلقها. اول حاجه بعد ما غسلتها اللهم صل على سيدنا محمد، جبت نص ليمونه في الميه اللي هي بتغلي، وكنت حاطه بردك معلقه من الملح، وهنزل بورق العنب بتاعي اللي انا قطفته. احنا حطينا البوتجاز، جبنا بوتجاز السطحي حطيناه كده في الارض عشان صراحه شغل كتير واكل كتير ما شاء الله يعني، فقلنا لازم كده نقتصد ومش هينفع الوقفه في المطبخ. جبناه كده في الصاله في الواسعيه في الارض، وابتدينا ان احنا نطبخ على البوتجاز. جارنا كده حوالينا بنشتغل، والبوتجاز بردك جارنا. لون ورق العنب بتاعي كده يغير بس معايا شوية، يبقى معايا باللون اللي حضراتكم شايفينه دي العسلة. هبتدي ان انا اطلع الورق بتاع العنب كده واصفيه. حابين طبعا تمسكوه بالعودة كده وتحطوهم في المية تسلقوه ماشي، حابين تحطوه بالشكل ده ماشي، بس هو بالشكل ده صراحة يتعبكم في الفرد بتاع ورق العنب. طلعت كده الورق بتاعي، هنا دلوقتي هنبتدي نعمل المحشي بتاعنا.
هنا اللهم صل على سيدنا محمد كان مفيش حلة كبيرة، ما لقيناش حلة كبيرة ان هي تشيل كمية المحشي ده. احنا كنا لفين حلة كرنب كبيرة، وبرضك في كمية محشي تاني كبيرة هنعمل محشي مشكل. فجبت الطشت، طشت وسط يعني وجديد كده، هو كويس، وغسلناه كده غسلة حلوة، وابتدينا ان احنا نحشي فيه. اول حاجة بعملها بنحشي الكوسي. بص الكوسي يا ست الكل، بعد ما هتجوريه وهتحشيه ما تخليش الرز يملى كده الكوسايه بتاعتك، خلي كده حوالي الربع في الكوسايه من فوق. لفيت الكوسه حوالين الطشت من زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده البتنجان بردك هلفه بنفس الطريقه. ان عندي والدتي هي بتحشي وانا برص لها في هي الحله او الطشت اللي انا بقولكم عليها. زي ما حضراتكم شايفين هنا لفينا حشينا الكوسي، وكان في شوية ورق من الكروم بردك لفناهم، وكان فايدين من الكروم اللي احنا عملناه، وورق العنب والبتنجان زي ما حضراتكم شايفين كله كده شالوا الطشت. جانا دلوقتي هجيب السليجي وهسقي المحشي المشكل زي ما حضراتكم شايفين، بغرف كده بالكوبايه وهسقيه، وبعد ما هسقيه هحطه على النار وغطي عليه لحد ما يستوي. اول ما يغلي معاي يعني يغلي كده ياخد له كام غلوه، بعد كده اهدي عليه النار، وهتحاولي كده ما تخليش اي بخار يطلع من المحشي بتاعك عشان المحشي يطلع مستوي وحلو. هنا دي بعد ما خلصنا كده المحشي المشكل، هنا ده في حلة من الكرنب بردك، كرنب لوحديها، هنبتدي بردك نغطيها نسقيها بالشوربة بتاعت بتاعت اللحمة. اللحمة كانت لسه بتستوي على النار، وابتدينا ان احنا نسقي الحلة بالطريقة دي. ولازم يكون الحلة الشوربة بتاعتك محيجاها كويس، يكون الحياج بتاعها مظبوط. قلنا اول حاجه نعملها احنا نسويها هي المحشي، وبعد كده نفضيه ونحطه ونرصه كده في صواني، ونحطه وقت التقديم ووقت الاكل. اللهم صل على سيدنا محمد. نحميه كده في الفرن، نحمره في الفرن، وبعد كده بعد ما نعمل المحشي نطبخ الطبيخ بتاعنا. وبعد الطبيخ ان شاء الله باذن الله هنعمل الحلو طبعا والعسايل. هنا جبنا اللهم صل على سيدنا محمد حوالي كده 4 معالق كبار من السمنة، وعليهم كده حوالي 3 معالق كبار بردك من الثوم، لانه نسبة كمية الطبيخ كبيرة يعني ما شاء الله. هنحمر التومة الطريقة دي طريقة اختي في تسوية البامية، لانه هي سوتها بالطريقة دي. البامية كانت بامية مجمدة، والبامية المجمدة كان لونها مصفر ومزرق، ما كانتش لونها خضرة، ما كانتش بامية حلوة يعني. فهي اقترحت الموضوع ده صراحة، وطلع طعم البامية جميل جدا يعني، طلع طعم البامية حلو خالص. هنا حمرت التومة اول حاجة في الشكل ده، ونزلت عليها بالشوربة. طبعا عشان لون البامية كان لونها مصفر ولونها مزرق كده معاني، فهي اقترحت جابت كده حزمة من الكزبرة الخضراء وقطعتها في الشوربة بتاعت البامية، قالت دي هتديها لون وتديها ريحة وطعم حلو. وفعلا البامية طلع لونها اخضر وحلو جميل جدا، وطعمها وريحتها حلوة خالص. دي حزمة كزبرة خضراء، وهتنزل دلوقتي بالبامية على طول مع الكزبرة الخضراء. زي ما حضراتكم شايفين اللون البامي كان لونها مزرق ومصفر. تاخد كده غلوة البامي، وبعد كده تفرمها في الخلاط. هنا بعد ما كده فرمت خلصنا من البامية، هنا جينا دي تقلية تسبيكة. طبعا احنا سبكنا تسبيكة كبيرة كثيرة يعني ما شاء الله، طبخنا منها الفاصوليا وعملنا خلطة المحشي وشلنا شيء منها بردك.
للطبيخ السبانخ. هنا دي سبانخ مقطعينها، دي التقلية برضك ضفناها كده على التقلية. السبانخ ما ضيفلهاش مية دلوقتي قيضة خالص، يعني لو ضفتي لها مية اضيفي لها نسبة مية قليلة، يعني شوربة مش مية، لو ضفتي لها شوربة اضيفي لها نسبة شوربة قليلة. وهنا كانت الكزبرة الخضراء خلصت، جبنا كيس كانت والدتي مفرزة كزبرة خضراء، جبنا كيس من الكزبرة الخضراء وضفناه على السبانخ. شايفين انا بضفت لها الشوربه، ما ضفتش شوربه كتيره، السبانخ ما تحبش الشوربه كتير لان هي بتنزل ميتها وما بتبقاش شيء، ما تبقاش ايه سايده كده معاك. وهنا دي طريقه امي، ربنا يبارك لها ان شاء الله يا رب، في تسويه السبانخ. هنا بتقلت هذه 3 معالق من الرز، دول حمريهم بشويه سمنه بلدي ومعلقتين من الزيت، دول تحمريهم وتضيفيهم على السبانخ. ما تضيفيش الرز على السبانخ وهو ابيض، المعلومه دي حلوه معاكم يعني هتعرفوها صراحه، هتفرق معاكم خالص، لان لو ضفت الرز وهو ابيض هيبقى لون السبانخ معاكي مبيض، وفي نفس الوقت هيبقى الرز معجن معاكي في السبانخ. لكن الطريقه دي بيخلي السبانخ بتاعتك لونها احمر، وبيخلي في نفس الوقت طعم الرز كده مفلفل في السبانخ، يعني تلقي كل رزايه كل حبايه لوحديها جوه السبانخ. ونقلب الرز بالشكل دي في السبانخ، وهنسيبه في نفس الوقت بردك مش هيخلي لون السبانخ يبقى لونها مبيض، لا هيخلي لونها احمر وحلو لانه احنا محمرين الرز. وهتهدي النار، تغطي النار على السبانخ بتاعتك لحد ما تستوي. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا دي الفراخ، بردك كنا مخليين تسبيكه من نفس التسبيكه من نفس التقليه، لان كميه تقليه كبيره جدا. وقطعين عليها برضه كسبرة خضراء، وحاطين لها فلفل اسود، وحاطين لها اللهم صل على سيدنا محمد كسبرة ناشفه، وحاطين لها بهارات افراخ، وخلينا كميه للحمه وخلينا كميه للفراخ. وابتدينا ان بعد ما طبعا الفراخ كانت مسلوقه سليق واللحمه كانت مسلوقه سليق، فابتدينا ان بعد ما حمرنا الفراخ بالشكل ده، اول حاجه حمرناه من بعد ما طلعناه من السليق، ابتدينا بالشكل دي تندعكوا في التقليه دي، نغطيه بالتقليه اللي احنا مخلينها دي، وبعده نرصناه في صواني. الوقت اللهم صل على سيدنا محمد، وقت التحضير هنحطه في الفرن ياخد لون وياخد طعم من التسبيكه دي. كل ما بتخلص التسبيكة بنضيف عليها تاني، هي كده التسبيكة كانت خلصانة معنا، ضفنا عليها شوية تاني لأنه برده كانت الكزبرة الخضراء خلصانة في الوقت دي. بنقلب بنقلب بالشكل دي وبنرص في الصواني، والصواني دهنينها بالسمنة أو تدهنيها بالزيت من تحت. ده كان الفراخ، واللحمه بردك عملناها بنفس الطريقه. هنا ده محشي الكرنب اهو زي ما حضراتكم شايفين، ما شاء الله اهو طالع ما شاء الله عليه كده، فضناه عشان بردك هنرصه في صواني بردك عشان هنحطه وقت التقديم في الفرن عشان يبقى سخن. طبعا هنطلع نطلع منه سخن ونرص في الاطباق. شايفين المحشي طالع ما شاء الله عليه صراحة، طالع صابع من صابع وحلو جدا وجميل وخفيف. هنا دي كده حلت المحشي بعد ما استوت، وهنا بردك المحشي المشكل بعد ما استوى هو زي ما حضراتكم شايفين وفضناه. وده كده المحشي، حطيت المحشي الباذنجان في صينية وحده، والكوسة لوحده، والورق العنب لوحده، والكرنب لوحده، وحطينا رشينا عليه سمنة بلدي وحطيناه في الفرن عشان يتحمر. الكلام ده حطيناه في الفرن عشان يتحمر، كان قبل التقديم بحوالي ساعه الا ربع. وهنا دي اللحمه اهي بردك زي ما عملنا في الفراخ، وكنا بعد ما طلعنا اللحمه من السليق حمرناها اللحمه، وكنت ما تحمريها اتحمريها بسمنه عشان ما تتنشفش معاك وتبقى ناشفه معاك. اما الفراخ وقت ما تحمريه حمريه بزيت.
الفراخ بيبقى عايز يتنشف كده من بره، وبيبقى عشان بردك الزيت يديه لون. لكن اللحمة تحمريها بالسمنة. بعد ما حمرنا اللحمة ابتدينا بردك في التسبيكة دي، بردك ابتدينا ان احنا نقلبها في التسبيكة بالشكل ده، والرز في الصواني. ما كانش فيه صواني طبعا مقضية الاكل طبعا والحلو كله، فابتدينا ان احنا جبنا الصواني الخبيز وغسلناها كويس، وابتدينا ان احنا نحط فيه. هنا دلوقتي كده خلصنا من الطبيخ، وكنا عاملين الرز وحاطينه على النار. هنا دلوقتي هنعمل مع بعضنا صوابع زينب. جبت 4 كوبايات من الدقيق، عليهم كوباية من الزيت والسمنة، خليتهم غلو كده على النار، وضيفتهم على الدقيق، وكنت حاطة رشة ملح، وحاطة 3 معالق من اللهم صل على سيدنا محمد، 3 معالق من السكر المطحون. وببتدي ان انا افرك الدقيق كده كويس، وعليهم طبعا 1.5 كوباية من سميد البسبوسي. ابتديت ان افرك العجينه بتاعتي كده كويس، وضفت لهم طبعا بعد ما بردوا، بعد ما فرقتهم ضفت لهم معلقه من الخميره، وضفت لهم شويه ميه عشان كده اقلبهم بالشكل دي. وابتديت ان انا اشكل بالمصفى اللي حضراتكم شايفين هدي. لو عايزه صوابع زينب معاكي مقرمشي، يبقى انت تسخني السمنه انت اللي هتعمليها، لا يستحسن انك انت تحطي نص الكميه سمنه ونص الكميه زيت. السخني على النار لو عايزاها مقرمشه، لكن لو عايزاها تبقى طريه معاكي ما تسخنيهاش شيء على النار، تبقى على البارد. كده انا شكلت كميه صوابع زينب، وهاجي بردك على البوتاجاز زي ما حضراتكم شايفين الدنيا في الارض وكياس النشا وكله يعني. جبت هنا كده حطيت زيت في الطاسه، وهبتدي ان انا اقلي الصوابع بتاعتك. اللهم صل على سيدنا محمد. في الوقت ده كنت عامله الشربات، وشربات صوابع زينب بيكون معاكي تقيل، 2 كوباية من السكر عليهم 1 كوباية من الميه، بس انا كنت عامله 5 كوبايات من السكر عليهم 2.5 كوباية من الميه، لان انا كميه كبيره كنت عاملاها، فكانت محتاجه معايا شربات كتير. شايفين لون صوابع زينب؟ شايفين طالعه كده ما شاء الله عليها، حلو خالص وجميله. ووقت بس ما تحط صوابع زينب في الزيت، اول كده ما يغلي الزيت معاك وتبتدي ان هي ايه تحاول قبل ما تستوي كده، قبل ما تاخد لون تبتدي تهدي عليها النار خالص عشان تستوي من جوه كويس خالص. ببتدي اطلعها من المصفى بس اصفيها كده من الزيت، وبعد كده اضيفها في الشربات على طول. هكمل باقي الكمية بتاعتي كلها بردك بنفس الطريقة. هنا دلوقتي كده خلصت من صوابع زينب، هبتدي ان انا اعمل كنافه. هعمل كنافه عاديه كده خالص، وهعمل كنافه بالقشطه، وبردك هنعمل بسبوسه بالقشطه، وهنعمل كيكه بردك. ده كان الحلو. هنا بردك ببتدي ان انا اقطع الكنافه بالشكل دي، لان الكنافه طريه ومش هتنفع افرمها في الكعب، ببتدي ان انا اقطعها بايدي بالطريقه ده. طبعا الاكل اللي احنا عملناه ده كله كان مش احنا بس، طبعا كان والدي عازم حبايبه طبعا واصحابه. ربنا ان شاء الله باذن الله يجعله دايما عامر بحسه يا رب، ويخليه لنا كده ويبارك لنا فيه. وقال ما فيش حد هيعرف يشرفني غير بناتي، هما اللي هيطبخوا لي الاكل اللي انا عايزه، وهما اللي هيشرفوني ويعملوا لي كل حاجه حلوه. وفعلا الحمد لله الكل شكر في الاكل صراحه، والكل اكل الحمد لله واتبسط خالص من الاكل، لانه كان اكل صراحه يشرف فعلا. هنا بعد ما اللهم صل على سيدنا محمد فرولت الكنافه كده كويس،
وضفت لها سمنه، ابتديت حطيتها كده على النار. دي الكنافه اللي احنا هنعملها بالقشطه على البارد. هبتدي هديت النار وابتدي ان انا احمرها على البوتاجاز لحد ما خدت اللون اللي حضرتكم شايفينه ده الذهبي. بعد كده بسقيها بالشربات البارد. الشربات اللي انا عاملاه الكنافه ده شربات خفيف، هسقي منه الكنافه وهسقي منه البسبوسي. وهنا اللهم صل على سيدنا محمد، ده نشا بحليب طبعا زي المهلبية. ده هي القشطة اللي انا عاملي، وهضيف علبتين من القشطة على المهلبية اللي انا عاملاه. حليب طبعا ومحليه بالسكر، وضيف له كده 3 اكياس من الفانيليا، وضفت له علبتين من القشطة. وبعد ما ضفت له كده علبتين من القشطة، هبتدي ان انا اسقي بيدي البسبوسة انا عاملاه. حطيت اول طبقة من البسبوسة وفوقيها طبقة كده من القشطة، نفس القشطة هي اللي عملت منها البسبوسة وعملت منها الكنافة. بس كده انا حطيت اول طبقة في صينية البسبوسة، وابتدي ان انا احط دلوقتي الصنيت الكنافة بردك القشطة بتاعتي. هنا بردك حطيت من الطبقة التانية من البسبوسة فوقية، والطبقة التانية من الكنافة بردك حطيتها فوق القشطة. بالنسبة للكنافة خليتها هديت معايا وحطيتها في التلاجة، والبسبوسة حطيتها في الفرن، وكنت عاملة معاها صينية كيكة وعاملة معاها صينية كنافة عادية خالص بالمكسرات. هنا دلوقتي هنعمل العساير. العساير كان بركان وكان فراولة وكان جوافة. اللهم صل على سيدنا محمد. هنعمل جوافة باللبن، وهنعمل بردك الفراولة باللبن. وبالنسبة للبرتكان ابتديت ان انا اعصره في العصارة اللي حضرتكم شايفينها دي، العصارة العادية القديمة ده. ببتدي ان انا اخد العصير بتاع البرتكان، وكنت سالق جزر، سالق يعني كمية جزر، مخلية كمية الجزر مسلوق. وبعد كده فرمنا العصير اللي احنا صفناه مع الجزر، وكان كده ده العصير. هنا ده زي ما حضرتكم شايفين كده وقت التجهيز، جبنا اللحمة طبعا، وجبنا اللهم صل على سيدنا محمد المحاشي كلها والفراخ. وابتدينا ان احنا كل واحد كده كل طبق نحط له كده طبق الرز بتاعه ومنابه في اللحمه والفراخ والمحشي بالشكل دي، كل واحد كده طبقه خاص بيه. صراحه يعني وقت كان نفسي اصوركم كده المنظر والاكل كده كامل، بس صراحه ما كانش في وقت خالص لانه كنا ملبوخين جدا جدا. انا حطيت محشي الكرنب ومحشي ورق عنب، وواحده محشي بتنجان، وواحده محشي كوسي، وهنا اللحمه والفراخ كده كل طبق كامل. وكنا طبعا عاملين سلطه ومخللات وكله، يعني الحمد لله كان ما شاء الله كان خير كتير. هنا دلوقتي دي زي ما حضراتكم شايفينها دي البسبوسه بالقشطه، نهاو كل واحد بردك طبق عليه قطعه من البسبوسه بالقشطه، وقطعه من الكنافه بالقشطه، وقطعة من الكيكة، وكم واحدة بردك من صوابع زينب. زي ما حضراتكم شايفين ده بردك كان الحلو، وياريت انها تدوسولنا لايك على التعب ديتي وتسلمولي حبايبي. واذا كنتوا لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا في القناة وتكونوا ضمن اسرتي على اليوتيوب، اسرة ام عادل بنت السعيد.